اهلا وسهلا بيكم اعزائي طلبه الطالبات الصف الثالث الزراعي مجال التصنيع الغذائي في حلقه جديده من مواد التصنيع الغذائي. في الحلقات السابقه قلنا ان احنا غالبا كل وحده او وحدتين هنعمل عمليه مراجعه سريعه على الثلاثه مواد اللي هي ماده الصناعات الغذائيه، ماده حفظ وتصنيع اللحوم، ماده العجائن والمخبوزات. خدنا في الحلقات السابقه مراجعه عامه على الوحده الاولى والثانيه في ماده حفظ وتصنيع اللحوم، وخدنا ايضا مراجعه عامه على الوحده الاولى في ماده الصناعات الغذائيه والوحده الثانيه. النهارده باذن الله هناخد مراجعه عامه على الوحده الاولى والوحده الثانيه في ماده العجائن والمخبوزات. اذكرك تاني، الوحده الاولى في ماده العجائن والمخبوزات كانت بتتكلم عن تعريف العجائن، الانواع اللي بتنقسم اليها العجائن، المواد الخام المستخدمه في عمليات التصنيع، تاثير كل المواد الخام المستخدمه في عمليه التصنيع سواء بالزياده او النقص، وبالتالي في تاثير ايجابي وفي تاثير سلبي لهذه الخامات المستخدمه في المنتجات او منتجات العجائن والمخبوزات. ايضا خدنا المجاميع الرئيسيه اللي بتنقسم اليها منتجات العجائن والمخبوزات والمكونات المسؤوله سواء عن الهيكل الاساسي او المحمل على الهيكل الاساسي او المسؤول عن ادخال الغاز اللي هي عمليه التهويه او المسؤول ايضا عن كتمه العجائن. خدنا بعد كده طرق العجن المختلفه، وكان على راسها طبعا بعض الطرق الحيويه وايضا الطرق الميكانيكيه وايضا بعض الطرق الكيميائيه اللي كان منها طبعا في الطرق العاديه اللي هي الطرق الطريه المباشره والطريه الاسفنجيه، ثم الطرق المستمره اللي هي العجن الميكانيكي وادخال الهواء عن طريق العجن الميكانيكي دون اطاله عمليه للتخمير مع وجود سائل ايضا للتخمير. ده كده تقريبا كان الوحده الاولى او ملخص دي الوحده الاولى بشكل عام. الوحده الثانيه اللي هي صناعه المكرونه، الخامات اللي بتدخل في صناعه المكرونه، ايه هي الطرق التصنيع للمكرونه، ايضا طرق إضافة الماء سواء بالطريقة الباردة أو الطريقة الساخنة، والفرق ما بين الطريقة الباردة والطريقة الساخنة. كمان بنعرف إيه هي المظاهر الجيدة لي أو المواصفات الجيدة للخامات المستخدمة في صناعة المكرونة سواء دي سميد السيمولينا أو دي القمح. أيضا كمان خدنا العيوب اللي ممكن نشوفها أو ممكن تتواجد أو تظهر أثناء عملية التصنيع أو بعد عملية التصنيع في صناعة المكرونة والمواصفات القياسية لعملية التصنيع، وخدنا مراحل كمان التصنيع. النهارده هناخد مراجعه عامه على الوحده الاولى والثانيه لماده العجائن والمخبوزات اللي وارد اسئله منها كتيره تيجي في الامتحانات في اخر العام، ودايما اتعودنا في الفتره السابقه ان حتى في الدروس اللي فيها شرح سواء نظري او عملي قلنا يكون دايما معانا نوت في كل منطقه او جزء اتكلمنا فيه في الثلاثه مواد، قلنا مجموعه من الاسئله، واعتقد ان احنا وفينا جزء كبير جدا، ولكن النهارده هنشوف جزء يعتبر أسئلة مشابهة على نفس المناطق من الأجزاء اللي احنا شفناها في عمليات الشرح، وبالتالي يبقى عندك زي ما نقول كده باكتش أو دفع أو كمية كبيرة أو بنك أسئلة موجود مع حضرتك في الامتحان. أكيد بإذن الله إن شاء الله مش هيخرج منه في نهاية العام سواء كان النظري أو أيضا الشق العملي. تعالوا مع بعض كده نشوف نوعية الأسئلة اللي وارد تيجي في الامتحانات سواء في الوحدة الأولى أو الوحدة الثانية في مادة العجائن والمخبوزات. تعالوا نشوف معانا السؤال الأول، بيقول عرف كل مما يأتي: العجائن السائلة، العجائن المطاطية، العجائن الجامدة. هنا بيقصد بالسؤال ان انت تقريبا او احنا قلنا ان العجائن عبارة عن تلات اقسام، او كل منتجات العجائن تندرج تحت التلات اقسام دول اللي هي عجائن سواء السائلة او العجائن المطاطية او العجائن الجامدة. ايا جميع المنتجات هتدخل وتندرج تحت التلات انواع او تلات اصناف من العجائن اللي موجودة قدامنا دي، فبالتالي لازم تبقى عارف ايه الفرق ما بين العجائن السائله والعجائن المطاطيه والعجائن الجامده. ممكن يجي لي السؤال في صيغه عرف مباشر العجائن السائله والعجائن المطاطيه او العجائن الجامده، ممكن يجي السؤال في صيغه قارن بين كل من العجائن السائله العجائن المطاطيه العجائن الجامده، او فرق ما بين العجائن السائله او العجائن المطاطيه او العجائن الجامده. تعالوا نشوف مع بعض كده اول حاجه اللي هي العجائن السائله او التعريف بتاعي العجائن السائله. خد بالك ان كان تقريبا الفرق الجوهري ما بين انواع العجائن سواء العجائن السائله او المطاطيه او الجامده هو نسبه اضافه الماء في كل منهما، وبالتالي لو جيت اعرف العجائن السائله بقول هي عباره عن اضافه كميه من الدقيق وكميه مساويه من الماء. تاني، هي عباره عن اضافه كميه من الدقيق وكميه مساويه لها من الماء مع استخدام او عدم استخدام سواء خميره الخباز في عمليه التهويه او الماده الرافعه الكيميائيه، او استبدال، خد بالك من الكلام ده، او استبدال جزء من الماء اما بالبيض او اللبن. قلنا في الوحدة الاولى او في بداية عملية التعريفات قلنا ان انا ممكن استبدل اجزاء من المواد السائلة اللي هي الاخص الماء
بالبيض اللي بيديني جزء من السوائل او اللبن. يبقى اذا العجائن السائله هي عباره عن خليط من الماء وكميه، او خليط من كميه الدقيق وكميه مساويه لها من الماء، مع استخدام الماده الرافعه الكيميائيه او خميره الخباز، مع استبدال جزء من الماء يا اما بالبيض او اللبن. ويا سلام كمان بقى لو انت كمان ذكرت اصناف لهذه العجائن. فعندنا مثلا مثالين شهيرين في عمليه التصنيع، سواء كنت بستخدم خميره خباز او كنت بستخدم ماده رافعه كيمياء. لو بستخدم خميره خباز فعندي المثال الواضح جدا في العجائن السائله، هي عباره عن صناعه الخبز البلدي. هي نوع من انواع العجائن السائله مستخدم فيها كميه من الماء وكميه مساويه لها من الدقيق، مع اضافه خميره الخباز او الخميره سواء كانت بقى طريه او الخميره الجافه، ولكن احنا نفضل في صناعه الخبز البلدي الخميره الطريه. ايضا النوع المشابه ليها في العجائن السائله ولكن مع استخدام الماده الرافعه الكيميائيه لها، البيكنج باودر، البيكنج صودا او البيكنج نشادر، كل دي انواع من المواد الرافعه الكيميائيه اللي هي عجينه الكيك، يعني نوع من انواع العجائن السائله. تعالوا نشوف مع بعض كده التعريف. بتتكون من خليط متساوي من الدقيق والماء ويستخدم لتهويتها. تهويتها هنا اللي هي ادخال الغاز بداخل العجينه، اللي هي خميره الخباز او مسح الخبيز. وبالتالي لو انت قلت خميره الخباز مثال صارخ ليها ومثال واضح ليها صناعه الخبز البلدي، او مسح الخبيز الباكنج باودر الباكنج صودا او الباكنج نشادر ايا كان نوع الماده الرافعه الكيميائيه، فالمثال ايضا الواضح ليها اللي هي عجائن الكيك. ويمكن احلال البيض واللبن بدلا من الماء ومن امثلتها الخبز البلدي والكيك بانواعه المختلفه. ده كده تعريف العجائن السائله. تعالوا نشوف مع بعض كده تعريف العجائن المطاطية. العجائن المطاطية هي عبارة عن كمية من الدقيق ونصف وزنها من الماء. تاني، كمية من الدقيق ونصف وزنها من الماء. يبقى كده بيتضح فرق جوهري ما بين العجائن السائلة والعجائن المطاطية. لو بقول في السائلة كمية من الدقيق وكمية مساوية من الماء، فأنا لو استخدمت كيلو من الدقيق واستخدمت لتر من الماء، فأنا هنا في العجائن المطاطية هستخدم كيلو من الدقيق ونصف لتر من الايه؟ من الماء. وايضا كمان هنلاحظ معانا ان ممكن اضيف ايضا خميره الخباز عشان ادخل عمليه التهويه، وامثله كتيره قوي اللي هي العيش الافرنجي، عيش الباكت، القرص، البقسماط، الفينو، كل دي انواع من انواع العجائن المطاطيه. يبقى اذا ايضا يمكن ان استبدل جزء من الماء اللي هو النصف لتر من الماء المضاف لكميه الدقيق لو كانت كيلو من الدقيق بجزء من البيض او اللبن، ولكن دايما لما بضيف البيض واللبن بيكون المنتج نفسه في حاجه الى اضافه البيض او اللبن. وبالتالي هنا فرق جوهري بيظهر ما بين العجائن السائله والعجائن المطاطيه في كميه اضافه الماء الى نسبه الدقيق المستخدم. تعالوا نشوف هنا مع بعض التعريف. بيقول بتتكون من خليط من الدقيق ونصف وزنه من الماء، ويتم تخميرها باستخدام خميرة الخباز ومن أمثلتها الخبز الخاص، خبز الشاي، البقسماط، الفينو، كل دي أنواع من أنواع العجائن المطاطية. أيضا يمكن يا مصر أن احنا نستبدل جزء من الماء بالبيض أو اللبن لو كان المنتج في حاجة إلى البيض أو اللبن. تعالوا نشوف مع بعض كده التعريف بتاع العجائن الجامدة. العجائن الجامدة هي عبارة عن كمية من الدقيق وثلث وزنها من الماء. تاني، كمية من الدقيق وثلث وزنها من الماء. وهنا بقى يا مستر هتقول لي طب هو بالمنطق كده لو انا جبت كمية من الدقيق وليكن كيلو من الدقيق، وبتقول حضرتك ثلث وزنها من الماء يعني حوالي 330 جرام او 360 حسب ما يكون، 350 330 جرام من او ملي لتر او 350 ملي لتر من الماء، سواء كنت هتوزن بكميات الجرامات او هتقيس بالحجوم في الماء باللتر، فبالتالي هل هتكون معايا العجينه؟ هقول لك لا، في جزء من التعريف لازم تكمله في العجائن الجامده على الاخص، انه هنا بيستبدل بجزء كبير جدا من الدهون، يضاف كميه كبيره جدا من الدهون غالبا قد تصل في بعض الاحيان الى 30%. مثال واضح ليها عجينه الكحك. احنا لما بنيجي نعمل الكحك غالبا بنستخدم كميه عاليه جدا من الدهون بتصل في بعض الاحيان الى تقريبا 50%. فلو انا بتكلم وبستخدم كيلو دقيق عشان اعمل عجينه الكحك، فانا بضيف لها نصف كيلو من الدهون. هنا يفضل بقى اضافه الدهون الاول على الدقيق، ثم استخدام الكميه المسموحه من الماء، او لو هستبدلها بكميه من اللبن، او لو هستبدل كميه او جزء منها بشكل اضافه البيض. يبقى اذا هنا العجائن الجامده هي عباره عن كميه من الدقيق، نشوف كده في التعريف،
كمية من دقيق أو خليط من الدقيق وثلث وزنه من الماء، ويضاف إليها نسبة عالية من الدهون، أمثلتها عجائن البسكويت والكحك. ده مثال واضح جدا للعجائن الجامدة. كده ده تعريف العجائن السائلة، العجائن المطاطية، العجائن الجامدة. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. تكلم بإيجاز عن تأثير كل من المكونات التالية على خصائص العجائن: السكر، اللبن، الدهن. تاني، تكلم بإيجاز عن تأثير كل من المكونات التالية على خصائص العجائن: السكر، اللبن، الدهن. طبعا انا ذكرت ليك في دراسة الوحدة الاولى ان الخامات لازم تعرف تأثيرها ايه، سواء بالزيادة او بالنقص، هي دورها ايه داخل مكونات العجائن بشكل خاص وبشكل عام في العجائن جميع المنتجات. ولكن قد تؤثر مثلا السكر يختلف نسبته، او الدهن يختلف نسبته، او اللبن يختلف نسبته من نسب بسيطة جدا تكون 1% او 0.5% في بعض الانواع من السكر او العجائن اللي بيضاف فيها للسكر، تصل الى 30% في بعض المنتجات. ايضا الدهون قد تصل الى 50% في بعض المنتجات. وبالتالي يبقى لازم حضرتك تبقى عارف تأثير كل من هذه الخامات في تصنيع المنتجات او منتجات العجائن اللي بيصنع فيها استخدام كميات معينه من السكر او الدقيق او اللبن. تعال نشوف كده، لما نيجي نتكلم على السكر على سبيل المثال، تأثير السكر. هو السكر كان بيستخدم ليه يا مستر اصلا عامه في العجائن؟ خد بالك السكر بيستخدم لهدفين في صناعه العجائن والمخبوزات. رقم واحد، لو انا بستخدم خميره عشان ادخل عمليه الغاز، فالخميره تتغذى على المصدر السكري، والمصدر السكري هنا يا اما يكون السكر الموجود او نسبه السكريات او الكربوهيدرات اللي موجوده في الدقيق، او نسبه السكر اللي حضرتك هتضيفه على نوع المنتج اللي هتستخدم فيه الخميره. يبقى أول دور للسكر هنا إن السكر بيستخدم لتغذية الخميرة عشان أنتج إيه؟ أنتج في النهاية غاز ثاني أكسيد الكربون اللي يعمل لي عملية الإيه؟ عملية الرفع. طب إيه تاني يا مستر؟ السكر بيعمل لي حاجة اسمها تفاعل ميلارد رياكشن اللي بيديني اللون البني الذهبي المميز للعجائن. وبالتالي لو أنا هنا ما استخدمتش الكمية المناسبة من السكر في صناعة العجائن، فهيحصل لي حاجتين. رقم واحد، هيقل الحجم اللي موجود عندي، لان مش هكون غاز لو انا اصلا مستهدف ادخال غاز عن طريق الخميرة في المنتج اللي موجود عندي. وكمان هيبقى اللون بتاعي باهت في حالة ان انا لو عملت عملية تسوية في الفرن، فبالتالي مش هيديني اللون البني الذهبي. ده كده لو قلت النسبة معايا. طب لو زادت النسبة معايا يا مصر عن الكمية المنصوص عليها في المنتج اللي انا هستخدمه، على سبيل المثال لو انا بصنع كيكة وهستخدم نسبة سكريات اعلى من اللازم، فانا بقول لك دايما ان في مكونات مسؤولة عن الصلابة اللي هي عبارة عن البروتين المستخدم او البيض المضاف. وبالتالي لو انا حملت على الهيكل ده كمية اعلى من السكر، هيحصل صدمة وهبوط للشبكة الجلوتينية اللي انت محتاج الى طاقة عالية جدا لرفع مكونات السكر المحملة على الهيكل، فبالتالي هيحصل هبوط من المنتصف. تعال نشوف كده مع بعض، لو انا هتكلم عن السكر هقول ايه؟ في حالة زيادة نسبة السكر تكون القوة اللازمة لرفعه اكبر، اللي هي الغاز اللي هيطلع نتيجة تكوين الايه المادة الرافعة الكيميائية. لو انا بستخدم كيك او لو انا بشتغل عجائن فيها خمير خباز، فبالتالي انا محتاج كمية غاز اكبر عشان تقدر ترفع لي السكر ده. فلو انا زفت نسبة سكر زيادة، فببساطة القوة دي مش هتبقى او لن تستطيع رفع كمية السكر المضافة، وبالتالي ده هيعرض الجلوتين والالبيومين لصدمة تسبب هبوط الكيك من المنتصف. اما في حالة النقص بقى، فده هيؤدي الى صغر الحجم. ده نتيجة ايه يا مستر؟ نتيجة عدم ادخال الهواء بالشكل الجيد، وايضا القشرة هتكون ذات لون باهت. فده تأثير السكر اما بالزيادة او تأثيره بالنقص. بالتالي فيه تأثير سلبي وتأثير سلبي سواء بالنقص او الزيادة. فالنسبة الايجابية هي النسبة المنصوص عليها في نوع المنتج اللي انت هتستخدم فيه السكر. تعال نشوف كده تأثير اضافة اللبن. اللبن اصلا هدفه ايه يا مستر؟ اللبن هدفه لو انا هضيفه هرفع قيمة غذائية في المنتج اللي موجود عندي. تاني، اللبن لو انا بستعيد، لو انا اذكرك تاني في التعريفات اللي هي العجينة السائلة المطاطية الجامدة، انا بقول بستبدل جزء من الماء يا اما بالبيض او اللبن اللي هي السوائل. فانا كده كده لو هستخدم جزء من اللبن، فانا الهدف من اضافته رقم واحد رفع القيمة الغذائية للمنتج اللي موجود عندي. تاني حاجة، لو عندي سكر اللي هو اللاكتوز بتاع اللبن، فيساعد في تكوين اللون البني الذهبي للمميز للعجائن والمخبوزات اللي موجودة عندي. لكن خد بالك
ان انت لو زودت نسبة اضافة اللبن عن اللازم او زودت نسبة السوائل اللي هي في صورة اللبن عن اللازم، ده هيسبب لي حاجة اسمها كتمة العجائن. وانا قلت لك ان في مكونات مسؤولة عن كتمة العجائن، لو انا عايز العجين ده شبه مكتوم مش عايز فيه كمية من الغاز، فانا بزود كمية السوائل سواء في صورة ماء او صورة لبن او صورة بيض. فلو زودت نسبة السوائل زي اللبن على سبيل المثال، فده هيسبب لي كتمة في العجان، لكن وجوده بيرفع القيمة الغذائية، ايضا بيدين لون البني الذهبي المميز، كمان بيساعد على تأخير نسبة البيات في العيش، وبالتالي بيديني لبابة طرية في العجينة المستخدمة. تعال نشوف كده مع بعض للبن تأثير على اللبابة فيجعلها ثقيلة مكتومة، وعند زيادة الكمية تكون اللبابة معجنة ويحدث تعجن بمجرد ترك الفرن، وعند النقص يكون الحجم صغير وتظهر حالة البيات سريعا. ده تأثير ايه؟ تأثير اللبن في العجائن والمخبوزات. تعال نشوف كده مع بعض تأثير الدهون. تأثير الدهن، الدهن ايضا يعتبر من الخامات المهمة والاساسية والرئيسية في بعض منتجات العجائن والمخبوزات. قلت لك ان بيصل في بعض الاحيان نسبة الدهون المضافة الى 30% وبعضها كمان الى 50%. فلو قلت 30% ده يبقى صناعة البسكويت، لو قلت 50% يبقى انا بتكلم على صناعة الكحك بجميع انواعه، وقد يزيد كمان عن 50% في بعض الانواع اللي احنا بنستخدمها في صناعة البسكويت الناعم زي البيتفور، عندي قد اضيف نسبة كبيرة جدا من السكريات. ايضا اقدر اتكلم واقول نسبة كبيرة جدا من الدهون مع السكريات، لذلك اقدر اقول ان الدهون تعتبر من المواد الاساسية، بتديني لمعة في العجائن المستخدمة فيها، كمان بتديني نعومة للمنتج المستخدم، ولكن شأنها شأن اضافة السكر. لو النسبة بتاعتي زادت عن النسبة المنصوصة في نوع المنتج المطلوب في الدهون، ايضا هيحدث نفس التأثير في الهبوط من المنتصف في العجائن، لان القوة اللي هترفعه مش هتبقى قادرة انها ترفع كمية الدهون الزائدة المحملة على الهيكل بتاع العجائن بتاعي، سواء الشبكة الجلوتينية او الالبومين المضاف لو انت ضايف بيض للمنتج بتاعي. تعال نشوف كده تأثير الدهون. في حالة الزيادة يصعب أيضا حمل الدهن فيصغر الحجم وتكون القشرة سميكة زيتية، وفي حالة النقص يفقد المنتج الطازجة سريعا وتقل الهشية، كما أن القشرة تكون ذات لون باهت. ده تأثير كل من الدهن واللبن والسكر. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. قسم منتجات العجائن بالنسبة إلى وظيفتها. يعني إيه يا مستر بالنسبة لوظيفتها؟ يعني عايز يقول لي الخامات اللي أنا بدخلها عندي او الخامات اللي انا بدخلها اللي هي مكونات العجائن اكيد لها وظائف داخل العجائن، وانا قلت لك في خامات اساسيه وفي خامات غير اساسيه. الخامات الاساسيه اللي هي طبعا على راسها طبعا عندي مضاف نسبه من الدقيق وايضا نسبه من الماء، ويستبدل بيها البيض او اللبن لو انا محتاج في المنتج اضافه بيض او لبن. ايضا في بعض المكونات التي تحمل على الهيكل ده او هيكل العجائن، زي اضافه السكريات، زي اضافه الخمير، زي اضافه الدهون، تحمل بالنسبه للوظيفه على مكونات العجائن والمخبوزات. في مكونات انا بضيفها عشان ادخل عمليه التهويه والغاز، سواء استخدمت ماده رافعه كيميائيه او استخدمت الخميره سواء بجميع انواعها الطريه او الجافه او خميره الخباز حسب نوع الخميره اللي انا استخدمها. ايضا في بعض المكونات انا بستهدفها وبحطها عشان اعمل كتمه في العجائن، لان انا مش محتاج كميه من الغاز في العجائن او المنتج اللي انا هنتجه ببعض المنتجات اللي انا ما بحتاجش فيها تكوين غاز اطلاقا. دي اسمها الوظيفه، وظيفه الخامه داخل المنتج اللي انا هصنعه. تعال نشوف كده بعض الوظائف ونتكلم عليها. اول حاجه المكونات المسؤوله عن الصلابه. يعني ايه المسؤول عن الصلابه يا مستر؟ يعني عن الهيكل بتاع العجان. ولما اتكلم عن هيكل العجان يبقى فيه حاجتين، يا اما البروتين الموجود في الدقيق او الالبومين الموجود في البيض اللي انا هضيفه. وش معنى البيض يا مستر؟ لان البيض عبارة عن ايضا جزء كبير منه البروتين اللي هي الالبومين والجلوبيولين. بيحصل له ايه يا مستر اثناء عملية التسوية؟ اثناء عملية التسوية عند درجة 50 الى 60 درجة مئوي بيحصل حاجة اسمها ديناتوريشن، تصلب للالبومين او الجلوبيولين المضاف في العجائن، وبالتالي في كلتا الاحوال هيحصل تخثر للبروتين الموجود في الدقيق نفسه، ويحصل تخثر للبروتين المضاف من الخارج لو انا ضايف بيض في المنتج بتاعي. فبالتالي هو ده اللي بيديني الصلابه، بيديني الهيكل بتاع العجين بتاعي. يبقى اول حاجه مكونات مسؤوله عن الصلابه. يعني ايه الصلابه؟ اللي هتديني هيكل العجين. يعني لو انا بصنع فينو، فاللي هيديني شكل الفينو
البروتين اللي موجود سواء في الدقيق او لو انا ضايف بيض. ده على سبيل المثال لو انا بصنع اي منتج اخر، سواء بصنع قرص، بصنع عيش عادي، بصنع كيك، اي نوع من انواع المنتجات، بسكويت، فاللي بيديني الشكل والصلابة البروتين سواء اللي موجود في الدقيق، لو انا ضايف بيض فهيبقى الالبومين والجلوبيدين اللي موجود في البيض عندي، لان ده اللي بيحصل له عمليه التخثر على حراره 50 او 60 درجه مئوي في اثناء عمليه التسويه، وبالتالي هيديني الهيكل الصلب للمكونات الموجوده عندي. تعالوا كده نكمل مع بعض. هي تلك المكونات التي تكون الهيكل والاطار الذي يحمل المكونات الاخرى، وهي الدقيق والبيض. دي اول حاجه يا مستر، المكونات المسؤوله عن الصلابه. في حاجة بس اسمها المكونات التي تضاف على الدقيق، اللي هي اللي هتحمل على الدقيق. يعني ايه؟ يعني بعد ما بكون الهيكل الصلب بتاعي، في مكونات اصلا كده كده مضاف على الهيكل بتاع الايه؟ بتاع العجين. ده زي ايه يا مستر بقى؟ زي مثلا على سبيل المثال السكر، السمن، اللبن، الفاكهة، مواد النكهة، اللون. دي كلها مواد بتضاف اثناء عملية العجن، فبالتالي اللي هيشيل المواد دي او يرفع المواد دي هي عبارة عن الهيكل الاساسي المسؤول عن الصلابة. يبقى اذا في هيكل مسؤول عن الصلابة، وايضا مكونات تحمل على الدقيق المضاف. طب في مكونات تانية يا مصر؟ في مكونات تانية. المكونات المسؤولة عن التهوية. يعني ايه مسؤولة عن التهوية يا مستر؟ يعني انا لسه بقول لحضرتك، انت محتاج في المنتج بتاعي ادخال غاز او هواء، فهيبقى عندي مصادر لادخال الغاز والهواء. ايه المصادر بتاعتي؟ يا اما مصادر طبيعيه او مصادر كيميائيه. المصادر الطبيعيه تتمثل في الخميره بجميع انواعها، سواء كان الخميره الجافه او الخميره الطريه او الخميره الخباز، او لو انا عامل جزء من الدقيق وضيف له خميره واستخدمته وتركته فتره عشان يبقى ده بادئ تخمير، فدي كلها استخدام خميره او ادخال غاز بشكل طبيعي او عن طريق إضافة المواد الرافعة الكيميائية اللي على رأسها طبعا مجموعة كبيرة جدا من الباكنج باودر أو الباكنج صودا أو الباكنج نشادة. طب هم دول بس يا مستر المسؤولين عن إدخال الغاز؟ لا، لازم في كلتا الأحوال أنا أستخدم خميرة أبقى ضايف جزء أو مصدر سكري، خصوصا لو أنا محتاج كمية كبيرة جدا من الغاز في المنتج بتاعي. فإما أنا هستخدم مصادر أو مصدر الدقيق في الكربوهيدرات اللي هتتغذى عليها الخميرة فهتنتج لي السكر الغاز، او هيحصل تحليل للكربوهيدرات الى سكريات ثم غاز ثاني اكسيد الكربون، او لو انا عايز استخدم كميه من الغاز اكبر فانا لزاما عليا لازم اضيف جزء من السكريات داخل العجان اللي انا هكون فيها غاز. ايضا لو انا هضيف جزء من الالبان فانا عندي سكر ايضا اللاكتوز اللي هتتغذى عليه الخميره. يبقى اذا المكونات المسؤوله عن التهويه هي عباره عن يا اما الخميره يا اما المواد الرافعه الكيميائيه او السكريات اللي هتتغذى عليها الايه؟ الخميره. تعال نشوف كده مع بعض. هي تلك المكونات التي لها تاثير على القوام الهش، اي يمكنها انتاج الغاز في العجائن، مثل بقى ايه؟ الخميره، المواد الرافعه الكيميائيه، ايضا السكريات. الثلاث مصادر دولت هم اللي هينتجوا لي غاز داخل الايه؟ داخل العجائن اللي انا مستهدف منها منتجات فيها عمليه تهويه. ايضا في مكونات احنا بنسميها المكونات المسؤولة عن كتم العجان، ولسه موضح لك في الاجابات السابقة ان انا عندي يا اما الماء يا اما البيض يا اما الايه؟ اللبن. دي مكونات السيولة او المكونات اللي بتدي الايه؟ الشكل السائل للعجان. كل ما بزود من كمية اللبن او كمية الماء المضافة فدي هيديني في النهاية كتم عجان، لكن لو زودت ازيد من اللازم هيحصل عملية ايه؟ عملية تعجن للوبابة اللي موجودة عندي. دي المكونات المسؤولة عن كتم العجائن. تعال نشوف السؤال التالي. علمات اضافة حامض الاسكوربك للعجائن. وانا ليه يا مستر كنت بضيف حامض الاسكوربك للعجائن؟ ارجعك للطرق العجن المستخدمة. قلت لك في بعض انواع طرق العجن بيبقى طرق عجن ميكانيكية، ما بستخدمش فيها ادخال غاز الا عن طريق الضغط الميكانيكي الناتج من ادارة زراع العجان، وبالتالي في بعض انواع هذه العجائن لازم اضيف بعض المواد التي تمتص كميه الاكسجين الزائد اللي دخل جوه العجان، عشان ما يحصلش ايه يا مستر؟ عشان ما يحصلش اكسده للصبغات الموجوده في العجان فتديني لون مغاير للون البني الذهبي. طب هنا انا بقى بضيف حمض الاسكوربك ليه؟ لان حمض الاسكوربك هو ده اللي هيبقى بديل، هيحصل له عمليه اكسده لحمض دهيدرو اسكوربك، وبالتالي هيوقف لي نشاط الانزيمات اللي هتاثر على الصبغات اللي موجوده عندي فيها العجان، وتحسن من لون العجان اللي طالعه في الناتج بتاعي. تعال نشوف كده الاجابه بتاعتنا.
هيقول لي غالبا لان حامض الاسكوربيك بيعمل كماده للاكسده لتحسين جوده الدقيق، وتاكسد اليه مستر تاني الى حمض هيدرو اسكوربيك فيمنع تلف الصبغات الطبيعيه نتيجه للنشاط انزيم اللايبو اوكسجينيز اللي بيحسن لون المنتج. تعال نشوف السؤال التالي. علل لما ياتي، تفضل الطريقه الاسفنجيه عن الطريقه المباشره في انتاج عجائن التوست وخبز الهمبرجر. خد بالك هنا السؤال ممكن يجي على الشاكله اللي انت شايفها ديت فيقول لي طب اشمعنى انا بفضل الطريقه الاسفنجيه على الطريقه المباشره ويخصص لي في خبز مثلا الهمبرجر. فهنا الاجابه هتبقى شكلها يا مستر، الاجابه هنا يبقى انا هتكلم على الخبز ده وانا عايز نوعيه خبز ايه في الهمبرجر، عايز نوعيه من الخبز هشه الملمس بتاعها ناعم البوبه بتاعتها ناعمه وهشه، يبقى انا بتكلم على نوع الخبز اللي ايه المطلوب. لكن لو خد بالك لو جه سؤال تاني يقول لي ايه قارن بين كل من الطريقه المباشره والطريقه الاسفنجيه، فانت هنا هتتكلم على الطريقه المباشره بشكل عام وهتتكلم على الطريقه الاسفنجيه بشكل ايه بشكل عام. هتقول له هنا بيستخدم فيها ايه، هنا بيستخدم فيها ايه، المده اللازمه هنا ايه، المده اللازمه هنا ايه، المميزات هنا ايه والمميزات هنا ايه، العيوب هنا ايه والعيوب هنا ايه، او يقول لي قارن بين كل من الطريقه المباشره والطريقه الاسفنجيه، فانت لزمن ايضا هتتكلم باستفاضه عن الطريقه المباشره والطريقه الاسفنجيه. لكن ده نوع من الاسئله خصص جزئيه معينه، هو انا ليه بفضل الطريقه المباشره خصوصا في خبز الهمبرجر، يبقى انا هستهدف نوع الخبز وهتكلم على السببيه بتاعته، مش هجيب الطريقه بشكل عام سواء المباشره او الطريقه الايه الاسفنجيه. تعالوا نشوف كده الاجابه مع بعض هتختلف بشكل واضح عن المقارنه او التفرقه. تعالوا نشوف مع بعض كده الاجابه. يبقى انا كده السببيه في الخبز بتاعي، واقول له ذلك لان الخبز الناتج بيكون اكبر وافضل من حيث الملمس والشكل واللبابه. يبقى انا كده خدت السببيه فقط، لكن مش هتكلم عن الطريقه المباشره ولا هتكلم عن الطريقه الايه الاسفنجيه. السؤال اللي بعد كده يقول لي علل لما ياتي، تفضل طريقه شارلي وود في انتاج الخبز بالطريقه المستمره. خد بالك طريقه شارلي وود من الطريقه او الطرق الميكانيكيه المستمره، بمعنى اخر يا مستر هي من الطرق اللي بستخدم فيها عمليه عجن شديد عن طريق زراع العجان، وغالبا بيكون العجانات دي عجانات حلزونيه بشكل ايه يا مستر افق ولا راسي؟ لا بشكل راسي، فبستخدم عجن شديد ثم اضيف لو انا عامل سائل تخمير ثم اعمل عمليه تشكيل مباشره دون ايه يا مستر اللي هي السببيه اللي موجوده في السؤال عندي ده، ما بتحتاجش الى وقت كبير في عمليه التخمير، هنا انا ما بتركش العجائن عشان تاخد وقت اطول في عمليه التخمير، هنا الغاز موجود بشكل رئيسي او اساسي نتيجه عمليه العجن، وانا كمان قد اضيف في بعض هذه الطرق سائل للتخمير، وبالتالي انا مش محتاج لوقت طويل في عمليه التخمير، وهي بتقلل من زمن عمليات التصنيع وزمن عمليات الايه عمليات التخمير. ده سببيه طريقه شارلي وود او تفضيل شارلي وود في الطرق المستمره. تعال نشوف كده مع بعض الاجابه. وذلك لتكوين العجان في وقت قصير خلال عجن ميكانيكي مكثف، ولا تحتاج العجينه الناتجه بعد ذلك الى عمليه ايه الى عمليه التخمير. سؤال اخر، ما هي المعايير التي يتوقف عليها اختيار طرق العجن المختلفة؟ تاني، ايه هي المعايير اللي بيتوقف عليها اختيار طرق العجن المختلفة؟ فكرني يا مستر تاني بطرق العجن المختلفة، قلت لك ان في طرق عادية او طرق طبيعية او طرق حيوية وفي طرق ميكانيكية وفي طرق كيميائية. كان على رأس الطرق الطبيعية اللي هي الطريقة المباشرة او الطريقة الاسفنجية. كان على راس الطرق ايضا الميكانيكيه طريقه شارل وود زي ما انت شايفها طريقه من الطرق المستمره اللي بيعمل فيها عمليه عجن وادخال غاز عن طريق زراع العجان. قد اضيف بعض المواد الكيميائيه في عمليات العجن عشان احسن لون المنتج بتاعي فاخش فيه الطرق الكيميائيه. طب انا بقى لو انا فاتح مشروع او لو انا هشتغل في مصنع سي ان هيختلف معايا طريقه العجن المستخدمه. ايه هي العوامل بقى يا مستر اللي تقولي استخدم الطريقه دي ولا الطريقه دي ولا الطريقه دي؟ اعتقد حتى من السؤال اللي كان موجود اللي هي اشمعنى انا بستخدم طريقه مثلا مباشره او طريقه اسفنجيه في خبز مثلا الهمبرجر على الطريقه المباشره، يبقى اول حاجه عندي ايه يا مستر؟ نوع المنتج بتاعي. انا هنتج منتج ايه بالظبط؟ فالمنتج هو اللي هيقول لي استخدم انهي طريقه في عمليه الايه؟ في عمليه العجن. طب هو ده بس يا مستر؟ لا كمان حجم وامكانيات المصنع اللي موجود عندي. هل المصنع ده كبير ولا المصنع ده
لسه مصنع مش كبير الحجم، فبالتالي في بعض المصانع كبيره الحجم استخدم طرق معينه زي مثلا الطريقه الاسفنجيه، والمصانع اللي هي صغيره في الامكانيات استخدم مثلا فيها الطريقه الايه؟ الطريقه المباشره. ايضا حجم العماله والطاقه الانتاجيه هيأثر بشكل كبير. انا عندي حجم عماله قد ايه في المصنع بتاعي؟ هل انا شغال في فرن صغير ولا شغال في مصنع كبير؟ فبالتالي هستخدم انهي طريقه في عمليه العجن؟ الطاقه الانتاجيه اللي انا هستخدمها، انا بستخدم في اليوم بضعه كيلو جرامات ولا انا بستخدم اطنان من المنتجات؟ دي اسمها عوامل هي اللي بتحدد لي طريقه العجن اللي هستخدمها في المنتجات اللي موجوده عندي او المصانع اللي انا هشتغل فيها او المشاريع الصغيره. تعال نشوف كده المعايير دي ايه. المعايير التي يتوقف عليها اختيار طرق العجن: رقم واحد حجم وامكانيات المصنع اللي موجود عندي، هل ده مصنع كبير ولا مصنع صغير، وبالتالي انا هستخدم طريقه العجن مناسبه لحجم وامكانيات المصنع. ايضا الطاقه الانتاجيه، انا هصنع في اليوم بضعه كيلو جرامات ولا انا بستخدم بالاطنان في بعض المنتجات، وبالتالي انا محتاج قد ايه من المنتج اللي موجود عندي هو اللي هيوجهني لطريقه العجن اللي انا هستخدمها. ايضا عدد العماله الموجوده بالمصنع، وانا عندي عدد العماله متوفر كبير عشان استخدم طريقه مثلا زي الطريقه الاسفنجيه، ولا عدد عماله قليل فانا هستخدم طريقه زي الطريقه المباشره مثلا. طيب نوع المنتج نفسه، انا عايز المنتج ده شكله ايه، اللبوبه بتاعتي شكلها ايه، الحجم بتاعي شكله ايه، فبالتالي ده هو هيقول لي ويوجهني على طريقه العجن المناسبه لنوع المنتج المستخدم. دي اربع عوامل بيتوقف عليها اختيار طرق العجن المختلفة. سؤال اخر: اذكر مميزات كل من الطريقة المباشرة شرطة الاسفنجية في تصنيع العجان. خد بالك ايضا ده سؤال لو قلتك بيجي باكتر من طريقة، يا هيقول لي انت ليه بتفضل الطريقة المباشرة ويخصص لي نوع من انواع المنتجات، فانا هجاوب على المنتج بس، او هيقول لي قارن بين كل من الطريقة المباشرة والطريقة الاسفنجية، فانا مطالب اذكر كل حاجة في الطريقة المباشرة طالما في وجه مقارنة وكل حاجة في الطريقة الايه؟ الاسفنجية. او يقول لي اذكر مميزات كل من الطريقة المباشرة او الطريقة الاسفنجية، او عيوب كل من الطريقة المباشرة والطريقة الاسفنجية. تعال نشوف بقى لو احنا بنتكلم عن مميزات كل طريقة من طرق العجن سواء المباشرة او الطريقة الاسفنجية. اول حاجة مميزات الطريقة المباشرة، خد بالك انا هذكرك بسرعة كده عشان تقدر تطلع المميزات بشكل سريع. الطريقة المباشرة كانت ايه يا مستر؟ هي طريقة الباكتش أو الدفعة الواحدة. تاني، طريقة الباكتش أو الدفعة الواحدة يعني إيه يا مستر؟ يعني مكونات محدودة، مكونات فقيرة، أو منتجات ذات مكونات فقيرة تعتمد على خامتين أو ثلاثة بالكتير، فأنا بعملهم إضافة مرة واحدة وأعمل عجن مرة واحدة. طب إذن بقى أنا لو عندي طريقة مباشرة بعمل فيها ثلاث أو أربع خامات أو خامتين أو ثلاثة حسب نوع المنتج بتاعي وبخلطهم مرة واحدة واعمل عجن، يديني ايه مميزات؟ يبقى رقم واحد بيقلل من العمالة المستخدمة، رقم اتنين عندي بيقلل من الطاقة المستخدمة، مش هستخدم طاقة كبيرة، رقم تلاتة الطريقة دي تناسب ايه يا مصر؟ اكيد هتناسب المصانع والمشاريع الصغيرة. رقم بقى اربعة ان الطريقة دي كمان بتبقى سريعة وقتها قصير، وبالتالي ما بتزودش معايا وقت الايه؟ وقت التصنيع. كمان الطريقة دي مناسبة لو انا بستخدم منتجات فقيرة في المكونات. دي كلها مميزات للطريقة الايه؟ للطريقة المباشرة. تعال نشوف كده مع بعض. رقم واحد اختصار زمن العجن، لان هي تعتبر كميات بسيطة جدا. رقم اتنين انخفاض عدد العمالة المستخدم، فعشان كده انا بقول لو بشتغل في مشروع صغير فانا يفضل ان اشتغل بالايه؟ بالطريقة المباشرة. قلة الامكانيات المطلوبة، مش محتاجة امكانيات كبيرة في المصنع اللي موجود عندي او المشروع اللي انا هعمله. انخفاض ايضا الطاقة بتاعي، لان انا ما استخدمش معدات كتيرة في الطريقة المباشرة. تستخدم في المخابز الصغيرة. دي كده تعتبر مميزات الطريقة المباشرة لانتاج العجان. خد بالك عشان لو طلب منك العيوب، يعني فرض ما طلبش مميزات الطريقة المباشرة وطلب مني العيوب، بيبقى رقم واحد انا ما اقدرش استخدمها في الايه؟ في المصانع الكبيرة، ما اقدرش اعتمد عليها في الايه؟ في المصانع الكبيرة. رقم اتنين العجينة بتاعتي لو انقطع عليها التيار الكهربي مش هقدر احتفظ بيها، لازم اشتغلها على طول، دي من ضمن الايه؟ العيوب ايضا. رقم تلاتة كمان اللبابة والمظهر والحجم
مش قوي مقارنة بالطريقة الايه؟ بالطريقة الاسفنجية. دي اسمها عيوب بقى الطريقة الايه؟ الطريقة المباشرة، عشان لو انطلب مني عيوب الطريقة المباشرة. تعال نشوف كده مع بعض مميزات الطريقة الاسفنجية. طب الطريقة الاسفنجية ذكرني يا مستر عشان اقدر اطلع منها المميزات. الطريقة الاسفنجية انا قلت لك بتتم على دفعتين. تاني بتتم على دفعتين، يبقى الطريقة المباشرة كان الباكج الواحد على دفعة واحدة. الطريقة الاسفنجية بتتم على مرتين. عندي مرحلة الأولانية مرحلة الضف أو مرحلة اللي هي التجهيز البادئ بتاعي، ثم المرحلة الثانية اللي أنا بعمل باقي المكونات وأضيف فيها باقي المكونات، بعمل عملية تخمير في المرحلة الأولى، فباخد ربع من الدقيق وآخد جزء من الملح وجزء من الماء وجزء من الخميرة وجزء من السكر، وأعمل عملية تقليب لحد ما أوصل لقوام مناسب للعجينة، وبسيبها فترة ساعتين لثلاثة في جو ودرجة حرارته مناسب لعملية التخمير. وبعد ما بيكتمل عملية التخمير ببدا اجيب باقي المكونات اللي موجوده عندي اللي هي فاضله في المنتج بتاعي واضيفها مع بعضها واكون عجينه، واثناء عمليه العجن فباخد الجزء اللي انا كونته في البادئ الاولاني بضيفه في المرحله الايه؟ الثانيه من العجن، وابدا اكمل عمليه الايه؟ عمليه التصنيع. دي الطريقه الايه؟ الطريقه الاسفنجيه. على راس مميزاتها طبعا بتديني خبز ذات مظهر جيد، ذات ذوبه جيده، فبالتالي بتحسن من جوده الخبز اللي موجود عندي. كمان هي بتناسب المصانع اللي حجمها كبير وبتناسب عدد العمالة الاكبر، وكمان بحتاجها لو انا عندي طاقة انتاجية عالية في المنتجات بتاعتي. تعال نشوف كده بقى مميزات الطريقة الايه؟ الطريقة الاسفنجية. رقم واحد، تناسب المخابز الكبيرة. لو انا عندي مصنع كبير او مخبز كبير فهتتناسب معايا في المصنع ده او المخبز ده. انخفاض كمية الخميرة، يعني كمية الخميرة المستخدمة هنا هتبقى اقل، ان بعمل عملية تخمير على مرتين. خد بالك بقى ان في نقطه مهمه، لو انقطع التيار الكهربي اقدر احتفظ بالجزء الاولاني واستخدمه كبادئ في عمليه التصنيع مره ثانيه. يمكن تخزين العجينه في حاله انقطاع الكهرباء. ايضا حجم الخبز الناتج اكبر وافضل من حيث الملمس والشكل ولا. طب خد بالك بقى عشان لو سالك بالمناسبه عن عيوب بقى الطريقه الاسفنجيه، هي طريقه كويسه جدا وممتازه، لكن اولا لا تناسب المصانع الصغيره، لا تناسب الطاقه الانتاجيه القليله. دي من ضمن المشاكل اللي موجوده عندي في الطريقه اللي هي الطريقه الاسفنجيه. كمان لو انا عندي مصدر او مصانع فيها عدد من العماله قليل مش هقدر استخدم الطريقه اللي هي الاسفنجيه، يبقى مش هتناسب المخابز الايه؟ الصغيره، ولا المشاريع الصغيره، ولا الطاقه الانتاجيه القليله، ولا عدد العماله الايه؟ القليل. دي من ضمن العيوب اللي موجوده في الايه؟ في الطريقه الاسفنجيه. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. علل يفضل استخدام الماء الساخن عند صناعة المكرونة أثناء مرحلة العجن. خد بالك السؤال هيجي لي بالشكل المباشر ويقول لي فرق وقارن ما بين استخدام الماء البارد والماء الساخن في صناعة المكرونة. تاني عامل زي الطريقة المباشرة والطريقة الاسفنجية. فلو قال لي قارن فأنا مطالب إن أنا أقول له كل حاجة عن إضافة الماء على البارد وكل حاجة عن إضافة الماء على الساخن. أقول له إيه فايدة إضافة الماء على البارد وفايدة إضافة الماء على الساخن. طب الماء البارد ممكن يعمل لي ايه في العجينه والماء الساخن يعمل لي ايه في العجينه؟ طب الماء البارد، طب هل العجينه اللي موجوده عندي في المكرونه تحتفظ بمده اطول دون ان تصب الدود ولا لا تحتفظ بمده اطول؟ يبقى انا هنا مطالب اذكر كل شيء لو انا قال لي قارن بين كل من اضافه الماء على الساخن في المكرونه واضافه الماء على البارد في صناعه الايه؟ المكرونه. لكن هنا لما اجي يقول لي علل ويحدد لي ويخصص لي، يقول لي علل استخدام او يفضل استخدام الماء الساخن على المكرونه، يبقى انا هتكلم في الجزئيه بتاعت الماء الساخن فقط. فالماء الساخن بيعمل ايه في العجينه؟ اولا بيعمل عمليه تطريه للعجينه، بيسهل كمان مرورها في المكابز بتاعتي، بعد كده كمان بيحسن من اللون اللي موجود عندي، بيديني مكرونه ذات قوام ايه؟ قوام جيد لا يحدث لها عمليات تعجن اثناء عمليات الطهي. انا كده بخصص الماء الساخن، فانا هضيف له او اتكلم له على مميزات استخدام الماء الساخن فقط دون الرجوع للماء البارد، الا لو قايل لي ايه؟ لو قايل لي فرق ما بين الاثنين، المكرونه المستخدمه او المصنعه على الماء البارد او المصنعه على الساخن، او قارن بين كل من اضافه الماء على البارد والساخن في صناعه الايه؟ في صناعه المكرونه. تعال نشوف كده الحته دي مستهدف ايه فيها بالظبط في عمليه الاجابه. هنا يبقى انا هتكلم عن الماء الساخن فقط. اقول له ذلك الانتاج عجائن طريه اكثر ليونه، يسهل دفعها باستخدام ضغط منخفض نسبيا اثناء عمليه التشكيل طبعا، وكمان هقلل الوقت اللازم للصناعه. يبقى انا كده حددت مميزات استخدام الماء الساخن في صناعه الايه؟ في صناعه المكرونه فقط دون الرجوع الى الماء الايه؟
الماء البارد. تعال نشوف سؤال اخر. علل يفضل استخدام دقيق سيمولينا عالي في نسبة الجلوتين عند تصنيع المكرونة. اذكرك وانا بصنع المكرونة قلت لك يا اما استخدم دقيق سميد سيمولينا يا اما استخدم دقيق فاخر 72%. ايه الفرق بين الاتنين يا مستر؟ دقيق سميد سيمولينا بينتج من اقماح الديورم قمح صلب، اما الدقيق الفاخر ينتج من اقماح قد تكون قوية او متوسطة او ضعيفة. ولكن انا قلت لك انا ليه بستخدم دقيق سميد سيمولينا؟ عشان نسبة البروتين المرتفعة اللي تصل في بعض الاحيان الى 14%، وبالتالي لو سيادتك استخدمت دقيق فاخر 72% مطالب تستخدم دقيق فاخر ذات نسبة بروتين مرتفعة. وده بيفرق في ايه؟ بيفرق كتير، بيفرق في صناعة المكرونة، بيديني مكرونة ذات عجينة لينة طرية لون اصفر ناصع غير قابلة للتقصف او للثني او للتعجن اثناء عملية الايه؟ عملية الطهي. فكل ما استخدم دقيق سميد سيمولينا او دقيق عالي في نسبة البروتين هيديني مكرونة ذات صفات جيدة بعد عملية التصنيع واثناء عمليات الايه؟ عمليات الطهي والتناول. تعالوا نشوف كده مع بعض الاجابة. لان المكرونة الناتجة طبعا هيديني صفات المنتج، لان المكرونة الناتجة تكون قوية مطاطية تنتفخ عند طبقها وقبل تقديمها الساخنة، وبالتالي مش هيحصل لها عملية ايه؟ عملية تعجن. لذلك يفضل استخدام دقيق سميد السيمولينا. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. علل لما ياتي تقصف المكرونة الاسباجيتي عند السن. ممكن ليه تتقصف؟ انا قبل كده على فكرة في بعض الحالات جبت لك عود المكرونة الاسباجيتي وعملت لك عليه عملية تاني وقلت لك تحكم على جودته منين لو انا تنيت وداني شكل القوس دون عملية التقصف، تعرف ان البروتين اللي موجود عندي عالي والدقيق المستخدم عالي سواء استخدمت دقيق سميد سيمولينا او دقيق فاخر، فتعرف ان جودة الدقيق المستخدم جودة عالية. يبقى اذا لو حصل تقصف ثاني تعرف ان الدقيق المستخدم عندك يا اما جودته رديئة او نسبة البروتين فيه منخفضة، او كمان اثناء عمليات التشكيل دخل لك هواء وفقاقيع هواء في المكرونة المنتجة فسبب عمليات التقصف والثني للمكرونة اللي موجودة عندي. تعال نشوف كده مع بعض الاجابة. وذلك لاستخدام دقيق سيمولينا ذات جودة رديئة ونسبة منخفضة من الجلوتين، عايز اقول نسبة البروتين يعني، مع وجود فقاعات هواء بالمكرونة اثناء عمليات الايه؟ عمليات التشكيل وعمليات الكبس والتشكيل. وبالتالي دول سببين رئيسيين يخلوا لي المكرونه يحصل لها عمليه تقصف خصوصا لو الاصناف طويله زي اصناف الاسباجيتي. تعال نشوف كده مع بعض نوع اخر من الاسئله جديد خالص. تخير الاجابه الصحيحه مما بين الاقواس. بيقول لي نسبه الالياف وركز في المكرونه المنتجه من القمح، هي 1% ولا 3% ولا 5%؟ انا ليه بقول لك ركز هنا؟ لانه لما يقول لي نسبه الالياف منين في المكرونه اللي جايه منين يا مستر؟ اللي جايه من القمح، هنا يقصد دقيق القمح الفاخر ما يقصدش دقيق سميد السيمولينا، وبالتالي نسبه الالياف هتختلف يا مستر. هتختلف. فلو قال لي نسبه الالياف في المكرونه المنتجه من دقيق سميد السيمولينا الناتج والاجابه هتكون مختلفه. فلذلك اقول لك ركز معايا في الاختيار وركز كمان في الجمله الافتتاحيه. هو عايز نسبه الالياف في المكرونه المنتجه من دقيق سميد سيمولينا ولا نسبه الالياف في المكرونه المنتجه من دقيق القمح؟ لذلك اقول لك ركز، لان النسبه مختلفه في المكرونه المنتجه من دقيق القمح وايضا المكرونه المنتجه من دقيق سميد السيمولينا. خلي بالك ان نسبه الالياف في المكرونه المنتجة من دقيق القمح غالبا 3%، وهتختلف في دقيق سميد السيمولينا، هنشوفها في السؤال اللي هيجي بعد كده. هتلاقي ان النسبة اختلفت في المكرونة المنتجة من دقيق سميد السيمولينا. تعال نشوف كده مع بعض الاجابة. الاجابة 3%. يبقى اذا الالياف في المكرونة المنتجة من القمح نسبتها كام يا مستر؟ 3%. ركز، نسبة المواد الصلبة في ماء السلق للمكرونة المنتجة من السيمولينا
وبقول لك ركز برضو ليه، لان في نسبة مواد صلبة في ماء السلق للمكرونة المنتجة من القمح، يبقى عندي نسبتين ممكن يضحك عليا بيهم او يلخبطني فيهم، يقول لي نسبة الياف في مكرونة منتجة من سميد سيمولينا ولا قمح، او نسبة المواد الصلبة في ماء السلق للمكرونة المنتجة من دقيق سميد سيمولينا او قمح، النسبة مختلفة هنا ومختلفة هنا. فعشان انت ما تغلطش وتحط اجابة خاطئة، ركز اللي مطلوب من انهي نوع من المكرونة، من المنتجة من دقيق القمح ولا المنتجة من دقيق سميد السيمولينا. تعال نشوف كده نسبة المواد الصلبة في الدقيق او نسبة المواد الصلبة في ماء السلق المكرونة المنتجة من السيمولينا، غالبا بتكون 8%. تعال بقى نشوف النقيض، السؤال النقيض ليه. نسبة الألياف في المكرونة المنتجة من سميد السيمولينا، وكان جايب لي في النص خلي بالك 3%، فأنا ممكن أتلخبط وأفتكر إن ده دي قمح وأكتب 3%، لا، هنا نسبة الألياف المستخدمة أو الناتجة في المكرونة المنتجة من دي سميد سيمولينا 45%. أنت هنا ما تتلخبطش. خد بالك بقى نسبة المواد الصلبة في ماء السلق المكرونة المنتجة من القمح، طب خلي بالك كانت من سميد السيمولينا، ذكرني يا مستر السؤال اللي فات كانت 8%، طب هنا كام بقى في دقيق القمح؟ 10%. يبقى انت ما تتلخبطش في السؤال اللي موجود عندك، ركز في النسب طالبها منين بالظبط. بيقول لي نسبة امتصاص الماء في المكرونة. هي دي نسبة مهمة يا مستر. نسبة مهمة اللي هي نسبة زيادة حجم المكرونة لما اعمل عملية طهي. المكرونة دي بتمتص كمية مية قد ايه؟ وكنا بنقدرها، كنا بنقدرها يا مستر. وكنا بنقدرها ازاي؟ كنا بنجيب مكرونة ونوزنها، حجم معين من المكرونة ونوزنه قبل الطهي، وبعد كده نعمل عملية سلق وطهي، وبعد كده نوزن الحجم اللي موجود عندي، تطرح ده من ده يطلع لك كمية الماء الممتص، تقسمها على الحجم الاصلي لي او وزن العينه الاصلي للمكرونه اللي موجود عندي، يطلع النسبه المئويه لامتصاص المكرونه للماء. يبقى اذا كل ما المكرونه اللي موجوده عندي تمتص الكميه المناسبه المطلوبه، اعرف ان المكرونه دي مكرونه جيده. خد بالك دون ان يحدث لها تعجن، يعني تمتص كميه من الميه مناسبه، تزود الحجم اللي موجود عندي دون ان يحدث لها تعجن، ليه؟ عمليه الانتفاخ، تشرب الماء. افضل نسبة ليها 300%. يبقى تاني افضل نسبة امتصاص للمكرونة المنتجة عندي 300%. اذا الوزن بتاعي هيفرق 300%، الحجام كمان هتفرق معايا، ليه؟ عملية امتصاص وتشرب الماء. تعال نشوف كده النسبة مع بعض. نسبة امتصاص الماء في المكرونة تصل الى 300%. لو قلت عن كده تعرف ان المكرونة المنتجة ليست ذات جودة عالية، نسبة البروتين اللي موجودة نسبة غير جيدة، فبالتالي لن يحدث انتفاخ اثناء عمليات الايه؟ عمليات الطهي. ده كده اجابة ايه؟ اجابة السؤال ده، نسبة امتصاص الماء في المكرونة المسلة 300%. نسبة الفقد في الطهي في المكرونة، هو في نسبة فقد كمان يا مصر؟ في نسبة فقد في الطهي في المكرونة، بيفقد جزء من المكرونة اثناء عملية الطهي، وكل ما الفقد ده يقل، طبعا طالما قلت لك اقل ويقل يبقى انت اكيد عرفت الاجابة، كل ما نسبة الفقد تقل كل ما تبقى المكرونة مكرونة جيدة. خد بالك تاني، كل ما نسبة الفقد في الطهي تقل تعرف ان النسبة بتاعتي ايه؟ نسبة جيدة. قال لك طب والنسبة دي انا كنت بعرفها برضو ازاي يا مستر؟ اقدرها ازاي؟ اقول لك، كنت بجيب برضو عينة من الايه؟ من المكرونة، باخد الوزن بتاعها واعمل لها عمليات ايه؟ عمليات طهي، وبعد ما اعمل عمليات طهي للمكرونة اللي موجودة عندي بعمل ليها عملية تجفيف مرة اخرى، اجففها تاني عشان ارجعها للايه؟ الشكل الاولي اللي هو اللي استخدمت فيه قبل عمليات الطهي. طبعا اكيد هيقل الوزن، اخد الوزن ده واطرحه من الوزن الاولاني خالص اللي انا دخلت بيه، هيطلع لي وزن، الوزن ده اخد النسبة بتاعته واقسمها يطلع لي كام في المية الفقد اللي حصل في المكرونة بعد الطهي، وكل ما يقل الفقد ده كل ما يكون النسبة بتاعتي ايه؟ يكون المكرونة بتاعتي ايه؟ مكرونة جيدة.
طب تتخيلوا بعد ما قلت الكلام ده تبقى النسبة ايه؟ اكيد عرفنا الاجابة اللي هي نسبة 5 إلى 8%. يبقى اذا حاجتين بيحكموا لي على جودة المكرونة، هي بتتشرب مية قد ايه، وايضا كمان نسبة الفقد في الطهي قد ايه. ودايما لما اقول هتتشرب مية قد ايه يبقى النسبة بتاعتي 300%، بس خد بالك مشروطة دون عملية ايه، دون احداث عملية تعجن، ما يحصلش عندي عملية تعجن. يعني ممكن المكرونة تشرب معايا كمية اكتر من كده كمان، ممكن تشرب كمية من المية والامتصاص يعلى ويبقى 300%، لكن في النهاية الاقي المكرونة حدث لها ايه، عملية تعجن، او حدث لها عملية ايه، عملية فقد كبير في الطهي، وبالتالي فقدت جزء كبير من النشويات بتاعتها. اعتقد بالسؤال بتاعنا ده بيكون وصلنا الى نهاية حلقة اليوم. كان معكم الاستاذ نبيل عبد الرؤوف، موجه الصناعات الغذائية على قناة مصر للتعليم الفني. ارجوكم ابقوا معنا.